السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت كنا عملنا ايه؟ كنا عملنا دخلنا لو الكارد خلاص احنا ايه قسمنا. اول حاجة قسمنا ان احنا بنعمل فايند على الكارد، بعد كده عملنا سيناريوهين. السيناريو الاولاني لو الكارد موجودة او الكارد مش موجودة. طيب لو الكارد ايه مش موجودة ببدأ ان انا كريتها، وده كلام خلاص عملناه من زمان او من فيديوهين ثلاثة، ده كان اول واحدة عملناه. طيب لو الكارد بقت موجودة، لو الكارد بقت موجودة عايز اشوف هل البرودكت ده فعلا موجود ولا مش موجود. طيب السيناريو اللي احنا اشتغلنا فيه المرة اللي فاتت اشتغلنا طبعا، وده لو الكارد موجودة ليه برضو اتنين سيناريو. السيناريو الاولاني ان الكارد ده البرودكت ده موجود ولا مش موجود. طيب لو البرودكت كان موجود هبدا ان انا ابديته، طيب ابديت عليه. طيب لو البرودكت مش موجود هبدا ان انا اعمل البرودكت من اول وجديد، وهبدا ان انا اروح اعمل له عمليه بوش. طيب احنا خلصنا السيناريو الاولاني، عايزين نبدا نخش في السيناريو الاخير. ايه هو السيناريو الاخير؟ ان انا فعليا ان الايه ان الكارد اصلا يعني الاندكس بدا يرجع لي بقيمه معينه، 1 2 3، المهم ان الاندكس ده موجود. طيب خلينا نبدا بقى نشيل الكلام ده ونبدا نعمل ايه. طيب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز ابدا اجيب الايه، ابدا اجيب الكارد دوت سيلكت برودكت بس مش اللينس اوف الاي، تمام، وابدا اشوفها هي دي اللي موجوده، هي دي اللي انا هبدا ابديت عليها ولا لا. طيب خلينا نبدا نعمل كده، نقول له كونسول دوت لوج، مش هقول له بقى ابديت كذا، كونسول دوت لوج اللي هو الكارد دوت اللي هو السيلكت برودكت اوف، ما حدش بقى اوعى تقول لي اوف الاي، اوف الاندكس برودكت. طبعا الاندكس برودكت انا في الاول مخليها صفر، سالب واحد، فلو انت كنت بتمرر له سالب واحد طبعا ما فيش اري بيبدا بسالب واحد، فبالنسبه له هو كان هيعمل ايه؟ كان هيقول لك ايه ايرور، تمام. لكن دلوقتي انا متاكد ان انا داخل بالاف اصلا، ان ايه؟ ان الاندكس وفي البرودكت ده اكبر من الصفر، واكبر من الصفر ليه؟ لان انا جوه الفور لوب دخلت جوه عمليه، دخلت جوه الاف، وطالما دخلت جوه الاف هيبدا ايه؟ يعمل عمليه بريك ويطلع بره الفور لوب خالص. طيب خلينا نبدا نسيف، وطبعا انا مش عامل ساين ان عشان ايه؟ نعملها مع بعض. ونبدا نعمل ساين ان اهو، 1 2 3 4 5 6، ونبدا نعمل ساين ان. يقول لك انفاليد سي اس ار اف توكن، عشان انا ايه سيفت، عشان هو اللي عمل كده عشان انا كنت جايب الصفحه قبل ما ايه ما سيف، تمام. فلما جيت سيفت فهو ايه اللي سي اس ار اف ايه اتغير. طبعا السي اس ار اف ما اعرفش عملته ليه، هيقعد يوجع لنا قلبنا، تمام. طيب خلينا نبدا نعمل ساين ان تاني، يبدا يعمل عمليه الجيت اهو، انا بقى السي اس ار اف يحطه في السيشن 1 2 3 4 5 6، عشان طبعا ليه لما بسيف بتبدا السيشن ايه تتغير. طيب هنخش طبعا جوه البراند، وخلينا نبدا ان احنا كنا طبعا ايه ضايفين البرودكت ده والبرودكت ده. طيب خلينا نيجي مثلا ايه نضيف البرودكت ده ونشوف اللي هي ايه هيطلع لنا. المفروض ان هو يبدا يقول لك كونسول دوت لوج حاجه معينه. ايه كونسول دوت لوج؟ ايه بص ادي الايه اللي هو جايبه، انا بقول كنت بقول له ايه كونسول دوت لوج اللي هو كارد دوت سيلكت برودكت اوف اندكس. طيب الاندكس هنا اللي كان متسجل عندنا اللي هو الاي دي كذا، مالناش دعوه بيه، البرايس 200، النيم ابل ايفون اكس اللي هو ده، صح. يبقى هو كده مبدئيا لما انا دوست على ده هو فعلا بدا يجيب، وهو عارف الاندكس بتاعه اللي هو الاندكس رقم واحد. لو انا كنت دوست على ده طبعا هيخش ايه في، خلاص مش هيخش في قبل لان انا اصلا مش ضايفه. طيب خلينا نبدا نرجع نبدا ايه نعمل ايه. يبقى انا دلوقتي قدرت ان انا اجيب الكارد تو سيلكتد برودكت اوف الاندكس. طب انا جبته عايز اعمل فيه ايه؟ اول حاجه طالما هو موجود هبدا ان انا اروح رافع، هزود الكوانتيتي بتاعها بواحد، ازود الكوانتيتي، تمام. وبعد ما ازود الكوانتيتي هبدا ان انا اعمل ايه؟ طب انا اصلا ما كنتش عامل لها كوانتيتي، يبقى انا كنت المفروض اجي هنا، تمام، وكنت بنعمل ايه؟ كنا بنحط الاي دي والبرايس والنيم، تمام. يعني المفروض كنت عملت لها كوانتيتي. طب ليه كنت عملت لها كوانتيتي؟ عشان ابدا اعرف البرودكت ده في منه كام برودكت، تمام. يبقى هبدا اقول له النيو برودكت بتاعي هيبقى، طبعا انا همسح السكيما القديمه اوريك تمسحها ازاي دلوقتي. ابدا اقول له الكوانتيتي، تمام. طيب الكوانتيتي هنا هتساوي كام؟ مبدئيا خليها واحد، تمام، يعني مبدئيا هنخليها ايه واحد. طب ليه واحد؟ لان انا كده كده في كل مره بختار برودكت واحد بس، مش هختار اكتر من برودكت، فالنيو برودكت بتاعي هيبقى الكوانتيتي بتاعه ايه بواحد، تمام. بس انا عندي مشكله. ايه هي المشكله؟ المشكله ان انا طبعا دلوقتي السكيما القديمه، عندي دلوقتي السكيما القديمه بقت بقت معموله بشكل معين، يعني بقت من الكوانتيتي مش هيبدا يتزود جوه البتاع اصلا. طيب عشان نبدا نحل المشكله دي
او مش نحلها يعني، خلينا ماشيين مع بعض واحده واحده. خلينا بس ايه نشيل كل الفانكشن دي عشان ما نعملهاش خالص بقى، نبدا نشيل اسف، خلينا نهدد بس الفانكشن دي كلها تمام، خلينا نهدنها لغايه قبل الريسبونس عشان يبدا يعمل الريسبونس تمام. طيب واول ما اخش جوه الفانكشن ابدا اعمل ديليت للكارد كله. طيب هعمل ديليت للكارد كله ازاي؟ هبدا اقول له كارد دوت، عشان بس ايه لما اجي اعمل بقى السكيما بالشكل الجديد يبقى ايه غيرت فيه تمام. طيب الكارد دوت ديليت اوف ميني، ديليت ميني تمام. وهبدا اقول له الكول باك فانكشن اللي هي هتبقى ايرور ودوكمنت على طول تمام. طيب وهبدا اقول له كونسول دوت لوج الدوكمنت عشان اتاكد بس هو مسح ولا لا، طبعا هي زي الابديت بالظبط. هبدا اقول له كونسول دوت لوج اللي هي شباب الايه الدوكمنت، وهبدا اسيف. طيب بعد ما هنسيف هنبدا نعمل ايه؟ نبدا نخش نعمل على طول ساين لوج اوت عشان ما ايه بيدي ولا بيدي عمرو تمام. 1 2 3 4 5 6 ونبدا نعمل ساين ان. طيب هنبدا نعمل ساين ان، هيبدا يدخلنا على اليوزر بروفايل. خلينا نبدا نيجي على البراند ونبدا نختار اي براند، مش هتفرق دلوقتي، هنبدا مثلا نختار الباي ده تمام. طيب هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يعمل ديليت لكل حاجه اصلا جوه السكيما كده، بدا يمسح السكيما كلها. طبعا هو ديليت واحد الاكونت واحد، لان اصلا ما كانش عندنا الا كارد واحده هو اللي كانت موجوده واحنا كنا عاملين شغالين عليها وبنابديت عليها. طيب بعد كده انا خلاص مسحت السكيما. طب مسحت السكيما ليه؟ عشان انا هبدا ازود في النيو برودكت هنا الكوانتيتي بتاعه. طب طب ليه هزود الكوانتيتي بتاعه؟ لان المفروض لما انا اصلا كنت اجي ازود على البرودكت الجديد هبدا ان انا احط الكوانتيتي ايه، ازود الكوانتيتي نفسه. طيب خلينا بقى نشيل كل يعني نشيل بقى الفانكشن دي تمام. نبدا خلينا نشيلها خالص مش هتفرق، خلينا نشيلها ونبدا نرجع كل حاجه لاصلها وهنبدا نسيف. طيب خلينا نبدا نسيف. طبعا هنبدا نسيف دلوقتي كل اللي ايه كل الداتا بيز اتمسحت اصلا، فبالنسبه لي لازم اعمل كل حاجه من اول وجديد. طيب خلينا نبدا نعمل مثلا لوج اوت ونبدا نعمل تيست دوت كوم، وادي 1 2 3 4 5 6 ونعمل ساين ان. طبعا اول ما نعمل ساين ان خلينا نبدا نجيب براند، خلينا نبدا نختار البراند الاولاني، هيبدا طبعا ايه يسجله مفيش اي مشكله تمام، هيبدا يسجله اهو مفيش اي مشكله. طب هو سجله ليه؟ لانه اصلا كان داخل في السيناريو الاولاني. ايه هو السيناريو الاولاني؟ ان هو اصلا ما كانش فيه ايه اي كارد خالص. طيب وهنا بدا يحط ايه الكوانتيتي بتاع الايه اهو، بدا يحط الكوانتيتي بتاعت السيلكت برودكت بواحد تمام. طيب خلينا نبدا نختار البرودكت الثاني كده، نبدا نختار البرودكت الثاني كده، المفروض ان هو يبدا يعمل عمليه بوش تمام. يعني نبدا ننزل تحت، بدا يحط ايه، ادي الاي دي الاولاني والكوانتيتي بتاعه بواحد، وادي الاي دي الثاني والكوانتيتي بتاعه بواحد، وادي الاي دي بتاع كله والتوتال بقى 2 والتوتال برايس بقى 420، ويبقى احنا كده ظبطنا رجعنا كل حاجه زي ما كانت. طيب انا بس ايه كنت كل اللي عايز اعمله عايز ازود الكوانتيتي بواحد. طب ليه عايز ازود الكوانتيتي بواحد؟ لان المفروض لما انا هاجي ازود على البرودكت اللي موجود اصلا قديم، ما هو انا خلاص هعمل ابديت للبرودكت بس، يعني مش هعمل ابديت للسكيما كلها، انا هعمل ابديت للبرودكت بس. فلما هاجي اعمل ابديت للبرودكت بس انا عايز ازود على الكوانتيتي، يعني ارفع الكوانتيتي اخليه 2، لو هو كان 2 ابدا ايه اخليه 3 تمام. طيب يبقى ادي النيو برودكت بتاعنا. طيب خلينا نبدا بقى نشوف احنا كنا هنيجي نعمل ايه هنا. ادي كونسول دوت لوج ايه اللي هو كارد، طبعا انا ما دخلتش جوه الحاله دي لغايه دلوقتي. طيب لو انا كنت جيت مثلا اخترت الكارد ده تمام، هيبدا ان هو يبدا يقول لك ايه، هيبدا يقول لك ابديت بقى اللي هو ولا اهو، هيبدا يرجع لك الايه الابل، وادي الكوانتيتي بتاعه واحد، وادي الكلام ده كله. طيب انا هبدا اخد الكوانتيتي ده ازود عليه كام؟ هزود عليه واحد، صح ولا مش صح؟ ما انا هزود، هو كده كده انت هتزود، ما هو انت كل مره بتزود ايه مره واحده بس. طيب بعد ما هتزود عليه واحد هتبدا تزود البرايس بتاعه، ما انت هتغير برضو البرايس بتاعه. طيب الاي دي هيتغير؟ لا. النيم هيتغير؟ لا. طيب هنبدا نعمل الكلام ده ازاي؟ نبدا نيجي هنا مثلا، احنا جبنا فين؟ احنا هنا ايه جبنا كارد دوت سيلكتد برودكت اوف الاندكس اوف البرودكت. طيب هنبدا نقول له ايه؟ هنبدا نقول له الكارد تمام. خلينا بقى نشيل الكونسول دوت لوج دي مش عايزينها خلاص. طيب هبدا اقول له ايه الكارد دوت سيلكتد برودكت، ما انا هبقى هنا برده نفس القصه اللي فاتت، هبدا اعدل على الكارد، وبعد ما اخلص تعديل على الكارد اروح اعمل ايه، اروح ان انا رايح معدل مقضيه الكارد كله. طيب هبدا اقول له كارد دوت سيلكتد برودكت الاندكس اوف البرودكت هيساوي الاندكس اوف البرودكت اوف ايه بقى اللي انا عايز اجيبه؟ اول حاجه البرايس، ولا خلينا في ايه في الكوانتيتي، الكوانتيتي الكوانتيتي. طيب هيساوي ايه؟ هيساوي كل الكلام ده صح؟ كل الكلام ده
كنترول في زائد واحد، تمام زائد واحد. طيب بعد ما زودت تاب واحد ابدأ اقول له الكارد تمام دوت السليكتد برودكت اوف، احنا مختارين اسامي كبيره قوي، اوف الاندكس اوف برو، بس على فكره ده الصح لان انت لازم تختار اسامي معبره عن اللي انت بتكتبه، عشان ما تجيش مثلا الاقي واحد كاتب لي اي واكس وواي وزد وتيجي تبص كده في الكود 2 وهو كاتب برنامج ممتاز جدا بس الصراحه اول ما تبص فيه كده تكرهه اصلا. تمام دوت الايه دوت الكوانتيتي دوت البرايس، هنبدا يعني نرفع البرايس. طيب البرايس هيساوي ايه؟ البرايس هيساوي البرايس بتاعنا احنا تمام في التوتال كوانتيتي. تاني البرايس هيساوي ايه؟ هيساوي البرايس بتاعت البرودكت نفسها. انا دلوقتي لما كان عندي واحد بدات ان انا اعمل ايه؟ بدات ان انا اخليه اللي هو انت ممكن تجمع عليه، يعني انت ممكن تجمع عليه او ممكن تضرب، بس خلينا انت عايز تجمع ولا تضرب، خلينا ان احنا نجمع احسن، يعني خلينا ان احنا نجمع احسن. هناخد اللي هو اللي كان القديم اللي موجود تمام، يعني هناخد اللي هو كان القديم اللي موجود كنترول سي تمام، وهنبدا نضيف عليه. طب هنبدا نضيف عليه مين؟ هنبدا نضيف عليه البرايس بتاع النيو برودكت اهو اللي هو جاي لي، ما هو هو خلاص ما انا بابديت فيه، هيبقى هو النيو برودكت برايس تمام. هبدا اضيف عليه النيو برودكت برايس، ده شيء ممتاز. طيب ما هو هنا هو هيتضاف هنا، طب ليه هيتضاف هنا؟ ما هو انا بص لا نفترض ان انت كان مثلا عندك اول واحد بواحد تمام، يعني اول برايس كان عندك 200 تمام، فانت جاي لك نفس البرودكت فهو هيبقى 200 تمام، فانا هرفع الكوانتيتي هيبقى 2. انت كان ممكن تقول له اللي هو النيو برودكت برايس وتضربه في الكوانتيتي، هي مش هتفرق، يعني انت هو اصلا عندك بقى 200 ما هو جاي لك ب 200 وتضرب ايه وتضربه في الكوانتيتي، او ان انت ايه تجمع على البرايس القديم بحيث ان انت ايه يعني ايه الاثنين واحد مش هتفرق تمام. طيب انا دلوقتي كمان غيرت في البرايس بتاع الايه البرودكت الجديد او القديم. طيب الاي دي مش هاجي جنبه طبعا زي ما هو، النيم مش هاجي جنبه زي ما هو. طيب المفروض ان انا غيرت الكلام ده كله، في حاجه ثانيه عايز اغيرها؟ طبعا في حاجه ثانيه عايز اغيرها. عايز اغير ايه؟ مش المفروض ان هنا الكارد توتال كوانتيتي هيبدا يزيد كمان بواحد؟ طب ليه هيبدا يزيد بواحد؟ لان انت هنا انت زودت عندك الايه، زودت عندك البرودكت، بس انت ما زودتش برودكت جديد، انت زودت على البرودكت القديم، فانت لما زودت على البرودكت القديم الكوانتيتي بتاعه بقى ب2، فانت المفروض اصلا الايه التوتال كله يبدا يزيد برده معاك بواحد تمام. يبقى تبدا تيجي تقول له الايه الكارد دوت التوتال كوانتيتي، هيبقى هو الكارد دوت التوتال كوانتيتي بلس 1 تمام. ده شيء جميل، بس نيجي هنا كنترول في تمام. طيب التوتال برايس هيتغير، طبعا التوتال برايس هيتغير، هيبقى هو البرايس القديم ايه زائد الايه النيو برايس تمام. طيب الكارد تو سيلكتد برودكت هنعمل له بوش؟ اكيد لا مش هنعمل له بوش، لان انت اصلا عدلت فيه خلاص. طب بعد ما عدلت فيه انا كده خلاص خلصت تعديل في الكارد بتاعي. طب بعد ما عدلت فيه وبعد ما خلصت كل حاجه هبدا اقول له كارد دوت ابديت اهو، هبدا اقول له كارد دوت ابديت نفس الفانكشن مش هغير فيها اي حاجه تمام، ادي الفانكشن كلها على بعض اهي كارد دوت ابديت 1 الاي دي هو الكارد اي دي، وهبدا اقول له ست الكارد، هبدا ادخل الكارد الجديد والايرور والدوكيمنت والكلام ده كله، هبدا اخد كنترول سي وهبدا اروح قايل له خش اعمل لي بقى الكلام ده كله او الفانكشن دي. انا بس ايه نبدا ندوس كده، يعني كل اللي عملته ما عملتش اي حاجه جديده، انا بعد ما ابديت الكارد الجديد يعني ابديت على الكارد القديم طبعا لان الكارد كان البرودكت هو اللي هيتعدل، ابديت على الكارد القديم رحت عامل ايه، رحت جايب بقى الكارد القديم نفسه ورحت مديله الكارد الجديد بتاعي اللي انا عدلت عليه، قلت له بقى شيل الكارد الجديد ده خالص وابدا حط لي الكارد الجديد، بعد كده ايرور دوكيمنت بحيث ان انا ابدا اشوف الابديت حصل ولا لا. طبعا هنا في هعمل كونسبت بلوك الدوكيمنت وبعد كده بعمل كونسبت بلوك الكارد، المفروض الدوكمنت تطلع لي بواحد على اساس ان هو عدل، يعني هو عمل ابديت فعلا، وبعد كده هنبدا نبص على الكارد شكله بقى عامل ازاي. طيب خلينا نبدا نسيف، وبيدي ولا بيدي عمرو خلينا نعمل لوج اوت تمام، وتست تست دوت كوم 1 2 3 4 5 6 تمام، وادي ساين ان هيبدا يعمل ساين ان، هنخش على البراند، احنا كان عندنا ده مختارينه وده مختارينه. طيب خلينا نبدا نختار البرودكت ده تاني، هنبدا نخش بقى في السيناريو على طول عشان ما نوجعش قلبنا. طيب خلينا نبدا نشوف ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل بعد ما سيفنا، ايه اللي هيحصل بعد ما سيفنا اهو، بدا يقول لك ايه، بدا يقول لك هو دخل على طول على هو كونسول دوت لوج الدوكيمنت،
بدا يقول لك الان واحد، الان موديفايد واحد، الاوكي واحد، معنى كده ان هو لو خلي بالك لو 000 يبقى هو ما عملش ابديت. تمام. طيب هيبدا يقول لك السيلكتد برودكت. تعال نبص على السيلكتد برودكت. الاي دي الاولاني اللي هو بتاع البرودكت الاولاني، البرايس بقى كام؟ البرايس بقى 440. 440 ليه؟ لان هو اصلا كان 220 وهيجمع عليه 220 بقى كام؟ بقى 440. طيب الكوانتيتي بقى كام؟ الكوانتيتي بقت 2 لان انا مختار 2. طيب الاي دي اللي هو بقى بتاع البرودكت الثاني زي ما هو 200 وابل وكذا وكذا كذا كذا كذا. طيب التوتال كوانتيتي بقت ب3 لان ده 1 وده 2. طيب التوتال برايس بقى 640 لان ده بقى 200 وده بقى ايه 440. تمام. طيب خلينا نبدا ايه، اليوزر بدا يختار نفس الموبايل ثاني. تمام. نبدا نشوف اللي هيحصل. بدا ان هو يبقى التوتال الكوانتيتي بتاع البرودكت ده ب3، بدا ان هو يبقى ب660، البرايس بقى البرودكت الثاني بقى ب200، الكوانتيتي ب1، بدا ان هو يقول لك التوتال كوانتيتي 4، التوتال برايس بقى 860 والكلام ده كله. طبعا لو اخترت ايه برودكت جديد هيبدا ان هو يعدل على اللي يحط لك بقى يخش في البوش والكلام ده كله. يبقى احنا كده بدانا ان احنا نعمل الايه الكارد بتاعنا. طيب خلينا نعمل احنا بايدينا ساين اوت، نعمل ساين اوت لوج اوت، ويخليني ابدا اخش بيوزر تاني عشان بس كنت عايز اوريها لك بالمره. طيب هنبدا نخش باليوزر اللي هو التالت. تمام. عشان اصلا انا كنت فاكر ان انا عامل واحد تاني بس نسيت الباسورد بتاعه، 1 2 3 4 5، ولا كان ممكن يبقى نفس الباسورد، مش عايزين نجرب دلوقتي. تمام. طيب خلينا نبدا نخش على البراند. طيب المفروض ان انا الكارد دي اليوزر ده ليه اي دي مختلف تماما عن الاي دي بتاع اليوزر الاولاني اكيد. طيب انا لو جيت عملت هنا هواوي يو 9، بدات اختار هواوي يو 9، هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يخش في السيناريو الاولاني اصلا خالص. ليه؟ لان اليوزر ده ما كانش لسه معاه كارد. تمام. طب هو ما كانش معاه كارد، هيبدا يخش في السيناريو الاولاني. نبدا نشوف هو دخل في السيناريو الاولاني ولا لا. بدا فعليا ان هو يعمل له ايه؟ بدا ان هو يقول لك اللي سيبك من السيلكت برودكت، بص بدا يقول لك الاي دي بتاعه بقى كام؟ الاي دي بتاعه بقى 5 دي ما اعرفش كام 4 اي سي، ده الاي دي بتاع الايه الكارد بتاعنا. لو انت طلعت على الاي دي اللي فوق اللي هو كنا احنا شغالين عليه من شويه اللي هو تيست اللي هو الاولاني اليوزر الاولاني تيست تيست اهو، الاي دي كان كام؟ اي اي 47. تمام. فالاي دي اختلف وبالتالي البرودكت اختلفت. هو ده بقى اللي انا كنت بقول لك عليه اللي هو الايه ريليشن شيب. طيب وادي الاي دي بتاع البرودكت طبعا عمره ما هيختلف عشان اعمل ايه بتاع، وادي البرايس 220، النيم هواوي كذا، الكوانتيتي 1، التوتال برايس كذا، التوتال ايه برايس كذا والكلام ده كله. طبعا ولو اختار ايه برودكت تاني هيعمل كل الكلام ده كله. بس خلينا نعمل بقى لوج اوت ونخش على ما تنسوش ان انا عامل كارد لليوزر التالت. تمام. تيست تيست دوت كوم ده اللي احنا شغالين عليه. الراجل ده طبعا ايه يوزر عجيب وعمال يعمل كل حاجه وجع لنا قلبنا. طيب احنا عملنا الكلام ده، ايه اللي احنا هنستفاده في الاخر؟ دلوقتي كل يوزر بقى عنده الكارد بتاعته. بس في مشكله، خلينا اعمل بس لوج اوت كده، يعني خلينا بس اعمل لوج اوت. هو ده اللي كنت بقول لك عليها في الاخر اللي انا كنت عايز اكلمك عليه. تمام. خلينا نعملها الاول بالمره كده، حاجه ايه خفافي كده نعملها ايه في الـ في الـ في السهل يعني. طيب نفترض ان انا كيوزر دلوقتي انا اصلا عامل لوج اوت، واخد بالك انا عامل لوج اوت مش موجود اصلا، مش عامل لوج اوت، فدخلت شفت الدنيا دي كلها. عندك حلين. الحل الاولاني ان انت مثلا لما يجي يبدا يدوس على باي انها تتهدم، الباي تبقى متهدنه لو هو عامل لوج اوت، او ان هو مثلا لو داس على باي دلوقتي هيبدا يطلع له ايه كان نود بروبرتي اي دي، اني اي دي اللي هو الاي دي ده اللي هو بتاع اليوزر اللي هو على فكره الاي دي اللي هو هيعمل عليه مشكله اللي هو الاي دي اللي هو على طول الكارد اي دي اللي هو الريكوست تو يوزر اي دي، لان اصلا السيشن ايه انت عامل لوج اوت فالسيشن مش موجوده اصلا. تمام. يعني هو اصلا لسه ما فيش اي سيشن. طيب يبقى انا دلوقتي عندي مشكله، المشكله ان انا المفروض اشيك اصلا على اليوزر، اليوزر ده عامل لوج ان اصلا ولا مش عامل لوج ان. طيب يبقى هبدا اعرفها ازاي ان اليوزر ده عامل لوج ان ولا مش عامل لوج ان. بص خلي بالك انت لما كنا بنيجي هنا في اللي هو الريسبونس ريندر اللي هو بيجيب الاندكس اللي هو على السلاش. تمام. كنا بنجيب الاندكس اللي احنا مررنا فيه البرودكت والكلام ده كله. المهم ان انا كنت ببعت ايه، لو انت واخد بالك كنت ببعت اللي تشيك يوزر. اللي تشيك يوزر ده كان عباره عن ايه؟ اللي تشيك يوزر ده اللي انا كنت بقول له ان هو الريكوست از اوثنتيكيتد، الريكوست از اوثنتيكيتد دي كانت بترجع حالك حاجتين، يا اما هترجع ترو لو هو فعلا لوجن او عامل ساين اب او عامل ساين ان اسف، وكانت هترجع فولس لو هو كان مش عامل ساين ان. طيب يبقى انا باللي تشيك يوزر دي هبدا ان انا اعرف الكلام ده كله، وانا كده كده كنت بمررها فين؟ بمررها في على السلاش. طيب يبقى خلينا كده نبدا نجيب الاندكس اصلا. ملف الاندكس كان فين يا شباب؟ كان في اليوزرز اهو، الاندكس دوت الجي بي الاتش بي اس اهو. تمام. طيب خلينا نبدا نفتحه اهو، ادي ايه الملف موجود. طيب خلينا نبدا نيجي هنا مثلا، انا كده كده ممرر اللي هو التشيك يوزر. خلي بس الاول ايه نحط باراجراف مثلا. تمام.
عشان نبدأ نشوفه، عشان بس أقول لك حاجة دلوقتي هتحصل غريبة. تمام طيب، وخلينا نبدأ نبص على اللي تشيك يوزر. يعني خليني أبدأ أقول له اللي تشيك يوزر، تمام، هيبقى هو الإيه اللي تشيك يوزر. تمام طيب، وخلينا بس نحط نقطتين يعني عشان الشكل بس مش أكتر. تمام طيب، وخلينا نبدأ نسيف. طيب خلينا نبدأ بعد ما نسيف، خلينا نبدأ نرجع كده تاني نعمل بس ريفريش، او خلينا نرجع بقى على البراند. طيب اول ما رجعت على البراند، خلي بالك بدا يقول لك ايه، بدا يقول لك ان التشيك يوزر ده فولس. معنى ايه فولس؟ لو انت واخد بالك انا هنا مش عامل ساين ان. تمام، معنى كده ان اليوزر ده التشيك يوزر ده فولس. طيب معنى كده ان هو بدا فعليا يقرا التشيك يوزر ويشوف ان هو فولس او ترو. طبعا انا كنت بعمله عشان ايه، كنت شغال بيه لو انت فاكر، كنت شغال بيه على النيف بار فوق. طيب وفي نفس الوقت انا كده كده كنت بمرر له الاندكس، هي مش هتفرق امرر له الاندكس او امرر له النيف بار، لان كده كده النيف بار كانت مبعوته ايه في كل اللاي اوت، يعني كانت محطوطه في اللاي اوت. طيب يبقى التشيك يوزر دلوقتي بدات انها تيجي فولس. طيب خلينا بس هجرب حاجه كده، خليني اخد السطر ده كده كنترول اكس، اوريك بس حاجه كده غريبه كنترول اكس، ويخلينا اخش جوه اول فور. تمام يعني جوه اول فور وابدا احطها. المفروض ان هو جوه اول فور اللي هو الرو، يعني المفروض اول الرو تبدا تيجي، بعد كده يبدا يحط لي الرو الاول الرو الثاني. تمام طيب خلينا نبدا نسيف ونشوف اللي هيحصل. خلينا نبدا نعمل ريفريش كده. تمام بص خلي بالك اهو، جه الاول بعدين الرو الاول بعدين جه بعدين الرو الثاني. طيب المشكله في ايه؟ المشكله لو انت خدت بالك هو ما شافش اللي تشيك يوزر اصلا، ما طلعكش ما طلعهالكش ولا فولس ولا طلعها ايه ترو. طيب معنى ايه ان هو ما طلعهاش فولس ولا طلعها ترو؟ معنى كده ان هو اصلا ما بقاش شايف، يعني هو بص اهو هنا اهو اللي تشيك يوزر ومفيش حاجه بعدها. طيب نفس الكلام اللي تشيك يوزر مفيش حاجه بعدها. طيب معنى ايه الكلام ده؟ معنى كده ان هو اصلا ما بقاش شايف اللي تشيك يوزر اللي انا كنت ممررها لملف الاتش بي اس. طب ازاي؟ طب ما انا كنت اصلا هنا لو انت واخد بالك، لما انا جيت هنا وحطيتها في اول ملف الاتش بي اس كانت مقريه ومتشافه ومفيش اي مشكله. طب انا بقول الكلام ده كله ليه؟ بقول الكلام ده كله عشان دلوقتي هاجي استخدمها في اف هنا. تمام بس خلينا بس الاول نشوف هل اللي تشيك يوزر بدات تخش جوه الفور. ما الصراحه ما دخلتش جوه الفور. طيب ما دخلتش جوه الفور ليه؟ بص يا شباب، دلوقتي انت لما بتبعت حاجه لملف الاتش للاتش بي اس، انت ممكن تبعت كونديشن زي اللي تشيك يوزر، بس كنت اول ما بخش بعمل ايه؟ بعمل اف على اللي تشيك يوزر. في اف على اللي تشيك يوزر انا لسه جوه ملف الاتش بي اس، ما دخلتش جوه الفور، يعني انا لسه ده اخر سطر هيبقى مكتوب ايه في الاتش بي اس، ما دخلتش جوه الفور. طيب الاتش بي اس بيعمل ايه؟ الاتش بي اس من نفسه بيقسم ليفلات. يعني ايه بيقسم ليفلات؟ يعني عندك الليفل الاولاني اللي هو الملف الاتش بي اس، الليفل الثاني اللي هو الفور، ولو في مثلا فور جوه الفور هتبقى ليفل 3، لو في فور 4 هيبقى ليفل 4 والكلام ده كله. طيب نفس الكلام في الاف، لو انت كنت عايز تمرر حاجه للاف بس انت اصلا يعني كنت باعتها لملف الاتش بي اس، نفس القصه بس خلينا الاول في الفور. طيب انا دلوقتي في الفور، انا دلوقتي انا هنا مررت اللي تشيك يوزر، واللي تشيك يوزر فعليا انا كنت شايف ان هو اصلا فولس، لان انا ما كنتش عامل لوجن، صح؟ هو مش عامل ساين اب، يعني انا كنت مبررها هنا فعليا، بس انا لما جيت هنا شفتها هنا في ملف الاتش بي اس، الصراحه شفتها ومفيش اي مشاكل وطلعت لي فولس، بس اول ما دخلت جوه الفور لوب ما طلعتليش حاجه، ولا جاب لي فولس ولا جاب لي ترو، ده هو اصلا مش شايفها، يعني بالنسبه له بارامتر فاضي. طب انت عشان تشوف البارامتر ده، بص فاكر لما كنا بنيجي نعمل في الريكوايرد، كنت اجي اقول لك مثلا عايزين نطلع لليفل اعلى، انت نفس الكلام، انت عايز، انت دلوقتي واقف في ليفل اقل، فعايز تطلع للليفل الاعلى عشان تجيب مين؟ تجيب الكونديشن ده او تجيب البارامتر اللي مبعوت في الاتش بي اس. عشان تطلع للليفل الاعلى منك يبقى دوت دوت سلاش دوت دوت سلاش. طيب انا دلوقتي دوت 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 سلاش، وخلينا نبدا نسيف. طيب بعد ما هنسيف، لو انت واخد بالك قبل ما نسيف، قبل ما اعمل ريفريش، تشيك يوزر ما كانش فيه اي حاجه موجوده، تشيك يوزر ما كانش فيه اي حاجه موجوده. طيب خلينا نبدا بس نعمل ريفريش. بدا يقول لك ايه؟ بدا يقول لك فولس. يعني ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا يا شباب ان هو بدا اول ما دخل على اللي تشيك يوزر هنا، دخل في الاتش بي اس، بدا يجي له ايه؟ بدا يجي له الايه اللي تشيك يوزر، بدا يشوفه خلاص، هو بدا يشوفه هنا في ملف الاتش بي اس. طيب بدا يخش جوه الفور ده المستوى الثاني، فلما دخل في المستوى الثاني انا ما بقتش شايف اللي تشيك يوزر. طب عشان اطلع معي، عشان اشوف اللي تشيك يوزر، هبدا اقول له بس اطلع لي مستوى. فاطلع لي مستوى، معنى ايه ان اطلع لي مستوى؟ معنى ان انت خلاص انا عايزك تطلع لي بس المستوى ده علشان ابدا اشوف ايه اللي تشيك يوزر. وده اللي احنا عملناه، ان انا طلعت مستوى فوق ال بره الفور، بحيث ان انا اوصل للاتش بي اس اللي هو كان مبعوت له الكونديشن ده. طيب خلينا نبدا نشيل السطر ده اهو، نشيل السطر ده كنترول اكس مثلا، تمام، او كنترول زد بس عشان نشيل المسافات، عشان
بس نشيل المسافات. طيب الفور دي كان جواها ايه؟ كان جواها فور تانية، صح ولا مش صح؟ طيب لو انا كنت دخلت جوا الفور التانية وعملت كده وسيفت، ايه اللي هيحصل؟ بص خلينا نبدأ نعمل ريفريش. هو بص عموما هتيجي في الكولوم، مش سيبك من الشكل اختلف ولا ما اختلفش او حاجه باظت، بس هو خلي بالك تشيك يوزر ومفيش حاجه بعدها، تشيك يوزر ومفيش حاجه بعدها. طب المشكله هنا كانت في ايه؟ المشكله لو انت واخد بالك انا ايه، ادي ملف الاتش بي اس، دخلت جوه الفور اللوب الاولانيه، الفور لوب الاولانيه يبقى دوت دوت سلاش، دخلت جوه الفور لوب الثانيه يبقى دوت دوت سلاش. تمام، يبقى دوت دوت سلاش دوت دوت سلاش دوت دوت سلاش دي هتطلعك منين؟ هتطلعك من المستوى اللي انت فيه للمستوى الاعلى. هتطلعك فين؟ هتطلعك للفور الايه؟ الاولانيه. طيب الدوت دوت سلاش الثانيه دي هتروح ايه؟ هتروح مطلعاك من الفور دي للمستوى الاعلى اللي هو ملف الاتش بي اس. طب ملف الاتش بي اس الاندكس انا فعليا كنت ايه؟ باعت له الايه؟ اللي هو اللي تشيك يوزر ده سواء كان ترو او فولس. طيب خلينا نبدا نسيف كده ونشوف اللي في تغيير هيحصل ولا لا. طيب خلينا نبدا نعمل ريفريش. تمام، هيبدا يقول لك ايه؟ يقول لك اللي تشيك يوزر ده فولس، اللي تشيك يوزر ده فولس. طيب انا كل اللي بعمله ده كنت بعمله ليه؟ انا بس عشان افهمك انك ازاي تجيب مثلا كونديشن او تجيب ايه بارامتر انت كنت بعته في لملف الاتش بي اس. تمام، يعني دلوقتي انا كنت بجيب بارامتر انا كنت بعته لملف الاتش بي اس، وفي نفس الوقت كنت عايز استخدمه جوه الفور لوب. طيب انا عايز استخدمه جوه الفور لوب ليه اصلا بقى؟ بص انا مش كان عندي ان لو اليوزر مثلا لوجن هبدا مثلا على الاقل، يعني خلينا بس دلوقتي نتكلم في الاتجاه ده. مبدئيا انا هخليه مثلا ان هو لو كان لوجن هبدا اظهر له الزرار ده، لو مش لوجن مش هبدا اظهره له، هجيب له حاجه فاضيه او اخليه فاضي، اهدنه خالص اشيله خالص. تمام، طيب اعملها ازاي؟ خلينا نبدا نيجي هنا مثلا اهو تحت الديفاي دي قبل الاتش ريف بتاعنا او قبل اللينك بتاعنا، وابدا اقول له ايه؟ هقول له اف. تمام، طبعا اف ايلس. طيب اف ايلس الكونديشن بتاعنا اللي هو هيبقى ايه؟ اللي هو هيبقى اللي تشيك يوزر، صح ولا مش صح؟ اللي تشيك يوزر. تمام، طيب اللي تشيك يوزر ده المفروض مبعوث فين؟ المفروض ان هو مبعوث للملف الاتش بي اس. طيب الاف اللي انت عاملها، الاف اللي انت عاملها عاملها فين؟ انا عاملها جوه فور، والفور دي عاملها جوه فور، والفور دي عاملها في ملف الاتش بي اس. يبقى انا هطلع ايه؟ ليفلين. يبقى هطلع بيه الليفل الاولاني دوت دوت سلاش، وبعدين هروح طالع بيه الليفل الثاني اللي هو هيبقى دوت دوت سلاش. تمام كده هيبدا يشيك عليه. طيب وخلينا نبدا نجيب ايه اللينك بتاعنا اهو. تمام، كنترول اكس مثلا ونبدا نحطه هنا. طيب ولو إلس ما تحطش حاجه، يعني خليه، يعني لو هو مش إلس خلاص خليه زي ما هو فاضي مبدئيا، مش هنحط فيه حاجه. طيب وخلينا نبدا نسيف. طيب خلينا نبدا نيجي بقى نشوف الشكل اللي هيطلع دلوقتي. طيب بص لو انت خدت بالك طبعا انا مش عامل لوجن، انا مش عامل لوجن، بدا الايه البوتون يتشال. طيب خلينا نبدا نيجي نعمل لوجن كده مثلا ساين ان. خلينا نخش مثلا باليوزر الثاني او اليوزر التاني عشان ده لسه ما يعملوش اي كارد ولا اي حاجه، 1 2 3 4 5 6 وخلينا نبدا نعمل ساين ان. بليز انتر فاليد ايميل، احنا قلنا ايه؟ test2.com. تمام، 1 2 3 4 5 6 نعمل ساين ان. تمام، بدا يخش على اليوزر بروفايل. خلينا بس نجيب البراند. طب لما جبنا البراند واخد بالك بدا ايه؟ البوتون هنا يظهر، بدا البوتون هنا يظهر. طيب خلينا نبدا نعمل لوج اوت، هتلاقي ايه على طول البوتن بدا يتشال. معنى كده ان انا بدات ان انا ايه، ان انا فعليا ابدا اظهر البوتن سواء هو كان ساين ان، واظهر اخفي البوتن لو كان هو مش ساين ان. بص هو ده حل. في حل تاني ان انت ممكن تستخدم الموديل بتاعه البوت ستراب. الموديل بتاعه البوت ستراب معناها ايه؟ معناها ان انت تسيب له البوتن زي ما هو، بس في حاله ان هو مثلا كان ساين ان، يعني هو عامل ساين ان، هتبدا تخليه يقاد الكارد بتاعه عادي مفيش اي مشكله. طب في حاله ان هو مش عامل ساين ان هتبدا تقول له ايه؟ لا انا اسف انت ايه مش عامل ساين ان، هتبدا تطرع له رساله مثلا وتحوله لحاجه تانية. طيب نعملها ازاي الكلام ده؟ خلينا نبدا نخش على صديقنا الصدوق البوت ستراب بديهيا، يعني طالما هنستخدم البوت ستراب يبقى نخش على البوت ستراب. طيب خلينا نبدا كده نقول البوت ستراب 4. تمام، طيب البوت ستراب 4 خلينا نخش على الدوكيومنتيشن على طول. طيب اول ما نخش على الدوكيومنتيشن خلينا نجيب اللي هو الكومبوننتس. تمام، وخلينا نجيب اللي هو اسمه كان البوب دوت دايلوج ده بتاع الاتش بي اس، كان بتاع اسمه ده الانجولار، ده كان اسمه الموديل. تمام، طيب خلينا نبدا نشوف الموديل ده بيعمل ايه. خلينا بس نبدا كده نشوف الاكزامبلز اللي هو مديها لك. طيب هو هنا جايب لك الايه الرساله اصلا، وسيف تشينج وكلوز سيبك منها مش عايزين دي. طيب ادي مثلا ايه
انت بتحط له بوتون. طيب البوتون ده بتبدا تدوس عليه بيبدا يطلع لك الرساله بالمنظر ده. طب انا مش عايزها هنا، انا عايزها في نص الصفحه. هيبدا يديك مثلا اهو، هيبدا ده بيطلع باراجراف. لا خلينا نبدا نشوف كل الايه الاكزامبل اللي هو مديلك. طبعا ده ايه كاتب لك قصه حياته مالناش دعوه بيها، تمام. طيب خلينا نبدا نشوف ده مثلا كده، بدا ان هو ايه يطلعه لك في وسط الصفحه، تمام. ده برده نفس الكلام بيديك ايه قصه حياته مالناش دعوه بيها. خلينا نختار ايه اللي هو الاول. طيب يبقى انا هخليه، بص خلينا بقى نيجي هنا البروجكت بتاعنا الاول. بص مبدئيا هو لو اف الدوت دوت سلاش دوت ده خلاص عرفناها اللي هي التشيك يوزر، لو هو كده هبدا اظهر له البوتن بتاعنا واخليه بالمنظر ده زي ما احنا كنا عاملينه اصلا من الاول، انا ما غيرتش فيه حاجه. طيب لو هو اصلا ما كانش لوجن هنعمل ايه؟ لو هو ما كانش لوجن انا هبدا اطلع له البوتن ده، تمام. خلينا ناخد البوتن ده اهو زي ما هو، كنترول سي، تمام. طيب وادي كنترول في، هبدا اطلع له البوتن ده، تمام. وخلينا نعمل كنترول اول بس عشان الشكل، و اسمه ايه ده فورمات دوكيومنتيشن، تمام، بس عشان اظبط الشكل مش اكتر. طيب هيبدا ايه، هيبدا يخش في الاف. والله لو الاف معموله هيبدا ايه يروح على الاتش ريف بتاعتنا كذا كذا كذا، والكلاس بتاعها كذا، والباي والكلام ده كله. طب نفس الكلام لو كان ايلس هيبدا يقول لك التايب بوتون، هيبدا يعمل بوتون والكلام ده كله. طب خلي بالك بس انا عايز اقول لك على حاجه، البوتون ده سيبك من الكلاس بتاعه وسيبك من الداتا توجلت دي اللي هو الموديل مالناش دعوه بيها، اهم حاجه ايه ده ليه؟ ده لان هو هنا بيبص على اي دي. طب انا اي دي اللي هو بيقول له اكزامبل موديل سنتر، فين اصلا الموديل اللي انا عامله؟ لو انت جيت خدت بالك للاكزامبل هتلاقي هنا هو عامل لك الموديل، ماشي. طبعا ديف كلاس كذا كذا، اهم حاجه الاي دي. الاي دي ده اللي هو كان اسمه ايه، كان اسمه اكزامبل موديل سنتر. نفس الكلام الداتا تارجت اللي هو اكزامبل موديل سنتر، معنى كده ان الداتا تارجت دي بتروح تبص على الاي دي بتاع الموديل اللي هي هتنفذه. ليه؟ لان انت كان ممكن يبقى عندك اكتر من بوتون في نفس الصفحه مثلا. لو انت دوست على البوتون ده هبدا اطلع لك موديل معين، لو انت دوست على البوتون الثاني هيبدا يطلع لك موديل ايه موديل ثاني معين. فانت ممكن تعمل اكتر من موديل. طبعا هنشوف الكلام ده واحنا ايه شغالين بقى مع مين، مع الادمن. يعني مثلا الادمن هيبدا مثلا يعمل ابديت، ممكن تيجي تقول له خلاص انت متاكد عايز تعمل ابديت، يعني هيبقى مثلا ليها موديل معين عايز يدلت حاجه، فانت تيجي تقول له خلاص انت شور ان انت عايز تدلت، فهيبقى مثلا ليه موديل تاني. فانت كده هيبقى للادمن مثلا اكتر من موديل، فايه اللي هيربطني بكل بوتون وكل الموديل بتاعه اللي بيربطني الاثنين ببعض اللي هو الاي دي. الداتا تارجت في البوتون هو اللي هيروح، يعني البوتون ده اول ما تدوس عليه هيروح يبص على الداتا تارجت، هيعرف ان في موديل، هيروح رايح منفذ لك الموديل على طول، هيبدا ايه يظهره لك وفي نفس الصفحه وهنشوف دلوقتي. طيب خلينا نبدا ناخد الموديل ده زي ما هو، تمام. واحسن حاجه في البوت ستراب بص تخش تاخد كوبي بيست على طول بامانه. يعني في ناس انا اتفاجئت ان لقيت ناس بتقعد تشرح بوت ستراب، يعني انا مش فاهم ليه. انت لو عايز تفهمه طب ماشي، انت ممكن تخش مثلا انا عايز اعمل موديل او مش عايز اعمل موديل، هتبدا تدور تخش تسال، هتلاقي مثلا ناس بتتكلم عن الموديل. طب خش سيرش في الكومبوننت ايه هو الموديل، هيبدا يديك اكزامبلز، ابدا شوف كده بالاكزامبلز ده الحاجه اللي انت عايزها ولا لا. لو هي الحاجه اللي انت عايزها ابدا بص على الاكزامبل مثلا زي ما احنا بصينا هنا اهو، يعني مثلا انا والله اول مره كنت استخدمه بس مش دلوقتي طبعا، من فتره انا ما كنتش عارف اصلا الموديل ده بيستخدم ازاي، وكنت دخلت وسرشيت والكلام ده كله. بعد كده بدات اقرا البوتون، طب ماشي التايب بوتون الكلاس انا عارف الكلاس دون. طب الداتا ده ماشي، ده الموديل بتاعه ان هو يعني بيبدا يفتح موديل. طب الداتا تارجت ده انا هقول له بقى روح بص على الموديل ده، لقيت الاي دي نفس الاي دي يبقى ما انت كده، يبقى انا لما ادوس على ده هيروح يحقق الداتا تارجت. فبدات افهم. طبعا انت لو ايه دي كلها ديفات وكلاسات اللي هي للايه للموديل نفسه، وكلها اصلا جايه من البوت ستراب، واحنا كده بنستخدم البوت ستراب والجي كويري، فانت ما تشغلش دماغك، يعني ما تشغلش دماغك بكل الكلاسات اللي هو مستخدمها لان كلها اصلا من البوت ستراب، تمام. طيب احنا حطينا هنا الموديل، تمام، وحطينا البوتون. طيب خلينا نبدا نسيف ونبدا نشوف الشكل. خلينا نعمل ريفريش كده. طيب طبعا هو انا لو هيطلع لك بالمنظر ده، بس انا برضو عايز اخدع اليوزر. طب اخدع اليوزر ازاي؟ انا عايز اخدع اليوزر بحيث ان انا اخلي له البوتون ده هو نفس البوتون التاني. بص انت لو دوست عليه هيبدا يفتح لك البتاع، بس انا عايز اخدع اليوزر. اخدعه ازاي؟ بحيث ان هو يبقى برضو نفس البوتون بتاع الباي بنفس الشكل بكل حاجه، بس في نفس الوقت هيبدا يطلع لي الايه الحاجه التانيه. طب اعملها ازاي؟ بص خلينا نبدا نيجي هنا اهو، نبدا نفتح البتاع بتاعنا اهو. طيب التايب بوتون ما عندناش مشكله. طيب الكلاس خلينا ناخد الكلاس ايه بتاعنا، بتاع مين؟ بتاع الكلاس بتاع اللي هو الاتش ريف بتاعنا، مش هتفرق كتير، كنترول سي كنترول في، تمام، نفس الكلاس. طيب الداتا ما اقدرش اغيرها، الداتا تارجت ما اقدرش اغيرها، اهم حاجه ان هو هيبقى اسمه ايه، هيبقى اسمه بوتون.
بس كده هيبقى اسمه y كنترول سي كنترول في بس. طيب خلينا نبدأ نسيف كنترول سيف تمام، وخلينا نبدأ نعمل ريفرش. طيب نفس الصفحة ما فيهاش أي اختلاف، لو أنا دوست دلوقتي على الباي هيبدأ يقول لك إيه؟ هيبدأ يطلع لك رسالة، طبعًا الرسالة دي هتبدأ تقول له الموديل تايتل، مش هتقول له طبعًا موديل تايتل، هتقول له مثلًا إيه؟ ستوب أو مثلًا في مشكلة أو اتنشن، يعني في حاجة هتحصل، تمام؟ وهتبدأ مثلًا في الرسالة تقول له إيه؟ بليز ساين إن تو مثلًا باي إني إكويبمنت أو إني برودكت، بعد كده مثلًا هتقول له كلوز، هيبدأ يقفل إيه الموديل عادي مفيش اي مشكله. مثلا لو دوست باي تاني هتقول له ايه؟ سيف تشينج، طبعا سيف تشينج ده انا ما بيعملش اي حاجه مبدئيا، فانا عايز اخليه ان هو يروح لمين؟ اخليه يروح لمين؟ للساين ان. طيب خلينا نبدا نقفل ده كده ونبدا نشوف فين البوتن بتاع السيف تشينج، لان لازم اكيد هو في الموديل. طيب فين البوتن بتاع السيف تشينج؟ اهو تمام. طيب انت عايز تعمل عمليه جيت لما تدوس على الزرار ده، طب طالما عايز تعمل عمليه جيت يبقى انت عايز تعمل ايه؟ يبقى انا عايز اصلا اروح لمين؟ اروح لايه؟ اعمل عمليه جيت زي ما كنا بنعمل هنا عمليه جيت يا شباب. هو كده كده الايه الايه بالاتش ريف بتاعه بيعمل عمليه جيت على طول عشان ما تشغلش دماغك، تمام؟ طيب انت هنا هتيجي تقول بقول له الايه كذا اد كارد كذا كذا، كان بيروح ينفذ عمليه الجيت وبيبدا بقى يسيف ويجيب الكارد والكلام ده كله. طيب خلينا نبدا نشيل البوتون ده مالناش دعوه بيه، او خليه مثلا ايه زي ما هو، خلينا بس نيجي تحته كده وبعد كده تبقى نشيله. طيب هبدا اعمل ايه؟ اقول له ايه؟ انا عايز اعمل لينك، تمام؟ الايه طبعا ايه اخليها ايه خالص. طيب الاتش ريف بتاعك، الاتش ريف بتاعك هيبقى ايه؟ انا عايز اوديه لمين؟ عايز اوديه للساين ان. طب الساين ان كان فين؟ كانت سلاش يوزرز، يوزرز سلاش ساين ان، ساين ان صح يا شباب؟ طيب بعد ما يروح على السلاش يوزرز سلاش ساين ان هبدا اقول له طبعا هنا اللي هو هيبقى اللي هو ساين ان مثلا، النيم بتاعها ساين ان، ساين ان تمام. طيب طيب في حاجه تانية ممكن اضيفها، لو عايز اديله كلاس مثلا، عايز اديله كلاس بي تي ان، بي تي ان سكسس فلوت مش هتفرق، بس خلينا نديله مثلا كلاس ايه اللي هو مثلا نفس الكلاس اللي هو الازرق، خليه زي ما هو بي تي ان، بي تي ان برايمري، يعني خد مثلا الكلاس ده اديله زي ما هو بس مش عايز حاجه تاني. كنترول سي كنترول تمام. وخلينا بقى نبدا نشيل الايه البوتن ده خلاص مش عايزينه، والبوتن التاني هو بيعمل كلوز اصلا، وخلينا نسيف. طيب خلينا نبدا ايه نعمل ريفريش عشان يبدا يحس بالتغيير، وخلينا نبدا نعمل باي. طبعا استنى بس قبل ما اعمل باي، طبعا انا عامل ايه؟ عامل ساين اوت يعني مش عامل ساين ان، تمام؟ طيب خلينا نبدا نعمل باي. هيبدا يقول لك ايه؟ هيبدا يقول لك الرساله اللي احنا هنحطها، طبعا الرساله اللي انت هتحطها في ايدك، بس خلينا نقفل بس الاول. بص انت لو خدت بالك ادي الدوت دوت 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 دي الرساله طبعا، وهتبدا تغير في طبعا الموديل هيدر والكلام ده كله، هتبدا تغير في اللي هو مثلا ايه الموديل تايتل مثلا، هتبدا تشيلها مثلا تحط الحاجه اللي انت عايزها، ممكن لو عايز تحط ايكون، احنا كده كده مستخدمين الفونت اوسم، ممكن تجيب ايكون، يعني في كذا اوبشن انت ممكن تعمله، بس ما تشغلش بالك بيها دلوقتي، مش هي دي مشكلتي، تمام؟ طيب خلينا نبدا بس نرجع تاني للمشروع. انا دلوقتي لو ايه لو مش عامل ساين ان وبدات ادوس باي، تمام؟ هيبدا يقول لي ايه؟ اما خلاص انا مش عايز اشتري وكبرت دماغي، هدوس كلوز وخلاص، هبدا اتفرج مثلا على البرودكت اللي معروض. طيب لو انا فعليا عايز اشتري هروح اعمل ايه؟ هروح اعمل ساين ان. طب اول ما اعمل ساين ان بدا، لو انت خدت بالك وداني على فين؟ وداني على صفحه الساين ان. طب خلينا نبدا نعمل ساين ان على تيست 3 مثلا، مش هتفرق اي حد، تمام؟ وادي 1 2 3 4 5 6 وخلينا نبدا نعمل ساين ان. هيبدا يقول لي ساين ان وهيبدا يوديني عند اليوزر بروفايل. خلينا ابدا اعمل براند، ولو دوست باي دلوقتي خلي بالك بقى، انا لو دوست باي دلوقتي هيبدا ايه يسجل، يعني نفس اجابك عند ايه؟ عند الباي تاني. ولو انت دوست باي دلوقتي هيبدا ان هو يسجل، وهيبدا ان هو هياد برودكت جديده. طيب ايه تاني مثلا يا شباب؟ ايه تاني؟ بص بقى دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايزين نبدا بقى نجيب ان شاء الله باذن الله التوتال برودكت هنا جنب الشوب كارد، وهنبدا نعرضها طبعا. يعني شفت مثلا زي الفيس مثلا كده النوتيفيكيشن بيبدا يجي لك نوتيفيكيشن ومحطط لك دايره وفي الرقم والكلام ده كله، انا هنا في الشوب كارد عايز ابدا اعرض ايه؟ عايز ابدا اعرض اللي هو مثلا ان التوتال برودكت ان شاء الله هعملها المره الجايه، التوتال برودكت مثلا اعرضها له مثلا هنا، وبحيث ان هو مثلا يبدا يدوس على الشوب كارد. هي طبعا هيبدا يخش على صفحه ثانيه بتاعت الشوب كارد، وهنبدا نعمل تيبل وهنجيب بقى كل البرودكت ونبدا نعرضها بطريقه معينه. طيب حاجه ثانيه عايزين نعملها، يعني بص خلينا نقف بس كده لغايه النهارده عشان ما اطولش عليكم. اهم حاجه ما تنسونيش من صلاح دعواتكم، واشوفكم باذن الله المره الجايه على خير. شكرا، سلام عليكم.